فرصة رابعة للمنتخب الجزائري. هايل يا سفيان لبغداد، لم يكن في وضع التسلل والحكم يحتسب. من هنالك رياض خطيرة. بغداد ورياض 4 صرنا الآن 5 الآن. سفيان يبحث عنه. يو بشويش ايوبي سلامات يا رياض. حذاري من الكرات مثل هذه، وانت بظهرك يعطيه لك كره مثل هذه، انت لا تطلبها هو لا يعطيها لك. تقديم الاول فرصه للمنتخب النيجيري في المباراه في هذه اللحظات. صعبه الكره، صعبه، اخذها رياض ارضيه. جول وعشاق الكرة الجزائرية. اطلبها بغداد، راح بغداد. ميرو يا رامي. سلامات وخرجت وراحت. سلامات. سينتهي الشوط بعد هذه الكرة من رئيس وهاب بلحي. يا سيد بكاري قسما الجزائري في بلايلي. التغطية الدفاعية من إيكونغ وبغداد. بغداد يلعبها مع بن اي مع يوسف. وفي خطأ قبل ما يلمس اللاعب الجزائري المنافس يصفر الحكم. اختفى بغداد، راح يختفها بغداد، راح بغداد. لا عنده الكره الان. عدلان، كره ممتازه لبغداد. من هنالك على الجهه اليسرى يوسف يبحث عن بغداد. يوسف وبغداد والدفاع وباب. فيانا ارجع عدلان، احمد موسى ما زال يلعب. من هنالك ورامي له من الريتم هذا احمد موسى. الكره البينيه، احمد موسى مره ثانيه وجمال بالعمري. هل في خطا هنا يا سيد الحكم على جمال؟ هل في خطا على جمال ام لا؟ على عفوا عدلان. رياض الكره خطيره. ايوبي وسلامات. الكره مرت مباشره لضربه مرمى يقول حكم المباراه. ركز شويه يا رياض يا بغداد. هاي كره خطيره. الكره راحت ركنيه. هنا الشكويزي تحول للجهه اليمنى. من هنالك حكم المباراه يقول الكره للشكويزي. الدفاع ورياض وسفيان. كرة بعيدة من سفيان، راحت مباشرة ضربة مرمى ورجعوا الغزلان إلى أماكنهم. يا موسى بعيدة. يوسف يزال، يوسف باليمنى، يوسف باليسرى، يوسف يوزع والدفاع يتدخل. شيكويزي ما زال عنده الكرة، رجع للخلف ناحية تيتيبو. ركز يا جمال، ركز مع لاعبيك، ماذا نفعل؟ أعطى لهم ضربة الجزاء أم لا؟ ركز يا جمال، الحكم راح يعطي لهم ضربة جزاء. في هذه اللحظات. هاجموا، راح نقاوموا، راح نصر على الفوز في هذه المباراة. الحكم يقول ضربة جزاء، راح فرحان، ورايح يقول ضربة جزاء. حكم المباراة، نعم. قالها ضربة جزاء. روح من هنالك يا رئيس، ايجالو جول. قلت لك روح من هنالك يا رئيس. ايجالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا. نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري. معليش خرجونا الآن ما يوجد في قلوبكم في 17 دقيقة المتبقية من عمر هذه المباراة. كانوا متحكمين في اللقاء ورجعوا، شيء طبيعي لأنه كانوا خاسرين. الآن سنخرج، الآن سنبادر، سنغامر، سنخرج كل ما لدينا كلاعبين فوق أرضية الميدان. لا تقلقوا، المباراة ما زالت. تيبو الكرة البعيدة بالراس، من هنالك رامي بالسبعيني. وفي خطأ يقول حكم المباراة لرامي. تسترجع من يوسف بلايلي، انطلق يوسف يبحث عن بغداد. بعيدة يا يوسف، بغداد دخل، بغداد والكرة في المنتخب النيجيري. محاولة المرور
يوسف بليلي في التغطية غطى الكرة راحت مباشرة ضربة مرمى. يقول حكم المباراة لرئيس وهاب مبولي. سفيان رقب كورتو. سفيان مازال سفيان يلعب لبغداد كذلك يوسف بليلي وكذلك بغداد بنجاح خورة خطير. لا لا لا, لا بعيد. مليح ولكن مرت من أمام بغداد بنجاح راحت مباشرة ضربة مرمى. يقول حكم المباراة للنيجيريين. خرج أحمد موسى ودخل أحمد موسى يلعب بينية. هاي كرة صعبة التسديدة وفوق المرمى. التسديدة وفوق المرمى. الحكم يقول ضربة مرمى وليست ركنية. تعال أعطيك البطاقة الصفراء. تعال نعطيك البطاقة الصفراء. جول يا رياض حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض. با 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 با.